السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم الحروف التي تنطق ولا تكتب. يعني إيه؟ يعني حروف بنطقها وما بكتبهاش. طيب تعالوا كده نشوف إيه هي الحروف دي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا أخي له 99 نعجة. شفنا الآية: إن هذا أخي له 99 نعجة. لو جينا للوايت بورد وقسمنا البورد بتاعتنا، نمسح كده ونعملها تقسيمة حلوة. في عندي حروف تنطق ولا تكتب، ايه هي الحروف دي؟ طبعا قبل كده خدنا الحروف التي تنطق ولا تكتب، اولها ايه؟ حرف الالف. حرف الالف الألف في بعض الكلمات زي ايه؟ زي هذا، أنا نطقتها إيه؟ نطقتها إيه؟ نطقتها هذا، صح؟ نطقتها هذا، ولكن كتبتها هذا على طول، مفيش ألف هنا. أيهما صحيحة يعني؟ هذا هذه الأولى ولا الثانية؟ طبعاً الأولى هي الصحيحة، الأولى اللي هي هذا كده. طيب فين الألف المكتوبة في الكلمة في آخر الثانية؟ بعد الهاء الألف اللي بعد الهاء فين هي؟ طبعا الألف دي لا تكتب. ليه؟ لأنها تنطق ولا تكتب. تنطق ولا إيه؟ ولا ولا تكتب. تكتب تمام. إيه كمان لما أقول هذا، وإيه كمان وهذه، وإيه كمان وهؤلاء، ننطقهم إيه؟ هذان وهذه، وإيه كمان وهؤلاء. السطر الأول هو اللي صحيح ولا السطر الثاني؟ طبعا السطر الأول هو اللي صحيح. الشطر ليه؟ الأول. أيوة، هي هذا بدون ألف، وهذه بدون ألف، وهؤلاء بدون ألف. لماذا؟ ما احناش احنا نطقناها هذا، المفروض نكتبها؟ لا، لأن ده قاعدة بتقول إن دي حروف حرف الألف في أسماء الإشارة. هذا وهذه وهذان وهؤلاء حروف تنطق ولا تكتب. حروف تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب. طيب أسماء الإشارة دي للإيه؟ للقريب. طب في أسماء إشارة تانية؟ أسماء إشارة للبعيد اللي هي إيه؟ ذلك للبعيد وتلك. ذلك تمام، تلك ذلك وأولئك وتلك وأولئك. بس تلك هنا طبعا مش فيها تلك ألف. وأولئك ذلك وأولئك. برافو يا رماس، وأولئك. فهنا نطقتها إيه؟ ذلك. مش احنا بنتملى، المستر بيقول ذلك وبنقول واحنا بنقراها اولئك، صح؟ ذلك واولئك. في الف بين الذال واللام، وهنا في الف ما بين اللام والايه والهمزه على النبره. طيب الرله صحيحه الجمل الثلاث الكلمتين الاولى والثانيه، ولا المجموعه الثانيه؟ المجموعه الاولى ولا المجموعه الثانيه؟ طبعا المجموعه الاولى هي اللي اصح. ليه؟ مش احنا بننطقها يا مس ذلك، المفروض احط الالف؟ لا، دي حروف. بنطقها وما بتكتبهاش. ايوه، حروف تنطق ولا تكتب، ومنها الايه؟ الالف. طيب لما اقول كلمة مثلا الرحمن كده، صح؟ ياسين كده، صح؟ طه. ايه كمان؟ إله. إيه كمان؟ الله.
ايه كمان؟ إلهي. إلهي. كتبت الكلمات دي صح؟ أنا كتبت الكلمات دي صحيحة؟ لا، خطأ. لا غلط. أيوة، ليه؟ الرحمن ما تبقاش فيها ألف. الرحمن ما فيهاش ألف، تكتب الرحمن كده. وإيه كمان؟ أيوة وياسين تكتب كده. ياسين وإيه كمان؟ طه. مش إذا ألف. أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دي طه. طيب إيه كمان؟ كلمة إله إله. إله كده، ما فيش ألف ما بين اللام والهاء. إيه كمان؟ الله، ما فيش ألف بين اللام مفيش ألف. والهاء. إلهي، أهي ما فيش ألف ما بين اللام والهاء. إذا نتذكر، تحت السطر اللي تحت ده كله صح أيوة، المجموعة الثانية هي اللي صح، أما المجموعة الأولى خاطئة. غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمات الألف فيها تنطق ولا تكتب. ولا الألف فيها تكتب تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب. اكتب. تمام؟ تمام. يبقى كده عرفنا أول الحروف التي تنطق ولا تكتب حرف الإيه؟ الألف. طيب، في مجموعة تانية من الحروف. لما أقول إن، إن عليها إيه؟ عليها شد. إن هي عليها شد. عارفين الشدة دي معناها إيه؟ الشدة معناها إن حرف النون مكرر عاوزة اشتري. مرتين، مرتين، تمام؟ فبنحذف نون منهم ونجيب الشدة دي عوضا عن النون اللي احنا حذفناها. فهنا احنا نطقنا 2 نون؟ لا، مش نطقناها، ما نطقنا. انا قلت إنن لا يعني نون مرة واحدة بس. نون مرة واحدة، وايه؟ وشددناها، يعني خليناها حرف مشدد، اللي هي الثلاثة اللي نايمة، اللي شبه الثلاثة اللي نايمة على ظهرها دي. إذن هنا من الحروف التي تنطق ولا تكتب الشدة. إن المفروض إن أنا أكتبها الشدة دي نون ونون. طب لما أقول كلمة الصادقون، هنا الصاد هنا إيه؟ حرف مشدد. أنا قلت الصادقون، نطقت الصاد حرف مرتين؟ لا. ليه؟ لأن أنا حذفت الحرف منهم وعوضت مكانه بالإيه؟ بالشدة. يبقى لما نلاقي حرف مشدد يبقى هقول من الحروف التي تنطق ولا تكتب الحرف المشدد، الحرف المشدد. فأقول إيه؟ الشدة فوق حرف الصاد، أو حرف الصاد المشدد. طيب، لما أقول كلمة السماء، هنا فين الحرف المشدد اللي ضغطت عليه، اللي تكيت عليه، اسمه ايه؟ مشدد. السماء، حرف الايه؟ السين، صح؟ ايوه، حرف السين. فهنا حرف السين حرف مشدد، فهنا الشدة حرف ينطق، او الحرف المشدد ولا ينطق ولا يكتب. يكتب. تمام. طيب، وانا هعرفهم ازاي يا ميس ان انا ده حرف مشدد ولا مش حرف مشدد؟ لا تعرفهم. فاكرين لما خدتوا في ابتدائي اللام الشمسية واللام القمرية؟ طيب، عرفنا ان كل حرف يأتي بعد ال الشمسية حرف مشدد. كل حرف بعد ال الشمسية هو وقمري حرف ايه؟ هو حرف مشدد على طول وانا مغمضه. اي حرف بعد اي كلمه بدأ بآل الشمسيه هو حرف مشدد على طول. زي ايه؟ زي كلمه الشمس، الشمس، الشمس. ايه كمان؟ الدب. ايه كمان؟ التوت. ايه او الثوب، التوت. بعد كده الثوب. إذن هنا في حروف تأتي مع ال الشمسية، ودي هبعتها لكم على الواتس عشان تكونوا عارفينها على طول. أول ما أشوف الكلمة عندي، أو حتى لو مش لازم حتى تعرفوا الحروف دي، المهم تعرفوا أول ما تنطقوا ال الشمسية اللي بعدها على طول حرف إيه؟ مشدد. يعني هنا الشين مشددة، الدال مشددة، التاء في كلمة التوت مشدد، الثوب، الثوب ضغطت عليها اهو شددتها. يبقى الحروف دي
الشين اصلها شين وشين، والدال اصلها دال ودال، والتاء اصلها تاء وتاء، والثاء اصلها ثاء وثاء. هنا ما نطقتهاش، ما نطقتش احدى الشينين او احدى الدالين او احدى التاء او احدى الايه الثاء. اذا هنا الشدة ايضا من الحروف التي تنطق ولا تكتب. طيب في حاجة تانية من الحروف التي تنطق ولا تكتب؟ اه، الاول فهمنا حرف الالف وفهمنا الشدة، ولا عيدها تاني؟ حد دخل، ها حد دخل. ماشي يا مرحبا حسن اللي جاي. ها فهمنا الشدة في من الحروف اللي هي المشددة، من الحروف التي تنطق ولا تكتب. سهلة ولا صعبة؟ سهلة، ها ليه سهلة بالنسبة لك ولا صعبة؟ لا سهلة بالنسبة لي. طب الحق قولين لين. ها سهلة، سهلة ماشي. وحسن لسه داخل يا مستر. لسه داخل يا ميس. ماشي يا حسن، هنقولها سريعا. احنا عندنا في حروف تنطق ولا تكتب، تمام؟ الحروف اللي ماشي، تنطق ولا تكتب 3 مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي حرف الألف في بعض الكلمات، الكلمات دي طبعا هعرفها وهحفظها. طبعا نسينا نقول إن في إيه كمان، اللي هو لكن. لكن هل كده أنا كتبتها صح؟ لا طبعا خطأ. ليه؟ لأن لكن بتكتب هكذا، لام كاف نون، لأن ما فيش ألف ما بين اللام وما في والكاف، ما فيش ألف من اللام والإيه والكاف. هذه حروف أو حرف الألف هنا في هذه الكلمات ينطق ولا يكتب. هذا ما ينفعش أكتبها، هذا ما ينفعش كده خطأ. طيب هذان وهذه وهؤلاء ينفع أكتبها بالصورة دي؟ هذان لا، هذه لا، هؤلاء لا. أمال الصورة الصحيحة فين؟ المجموعة الأولى اللي هي المجموعة الأولى هذا أيوه، وهذه وهؤلاء بدون ألف. مش زيها مين؟ ذلك وأولئك. أنهي وتلك مجموعة فيهم اللي صح؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى. ليه؟ لأنه لا توجد ألف ما بين الذال واللام أو اللام والألف، ليه؟ لأن الألف تنطق ولا تكتب. طيب لكن هنا برضو لكن ما ينفعش أقول لكن، في ناس كتير بيكتبوها خطأ كده وما ينفعش. ف لكن اللي هنا على الصورة الأولى دي خطأ، لأن ما فيش ألف هنا ما بين اللام والكاف، اللام والكاف ما يفصلش بينهم أي إيه فاصل، الألف اللي موجودة أو اللي بننطقها تنطق ولا تكتب. إيه كمان؟ كلمة الرحمن ايوه، وياسين وطه وإله والله وإلهي، أنهي مجموعة صح؟ طبعا الرحمن تكتب على الصورة الثانية في المجموعة الثانية، الرحمن بدون ألف، ياسين تكتب أيضا بدون ألف، طه طه تكتب بدون ألف، إله مجموعة تكتب بدون ألف، الله بدون ألف ما بين اللام والهاء، إلهي طبعا الصورة الأولى خطأ، مفيش ألف ما بين اللام والهاء. يبقى عرفنا الألف في هذه الكلمات يا حسن. ماشي. طيب بعد كده إيه من الحروف التي تنطق ولا تكتب؟ الشدة. يعني إيه شدة؟ يعني لما أقول إن دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أصلها نون ونون. الشدة معناها يعني الحرفين دول أو النون ده كان بحرفين، علشان ايوه، لا يجتمع حرفين من نفس النوع ورا بعض فشلنا حرف منه وحطيناه مكانه الشدة، اللي هي زي التلاتة اللي نايمة على ظهرها دي بسميها ايه؟ شدة. يبقى أي حرف مشدد، أي حرف مشدد يعتبر ايه؟ يعتبر الشدة ده حرف ينطق ولا يكتب، أو بمعنى إن فيهم حرف ينطق ولا يكتب. طب أعرفها إزاي يا ميس من الشدة؟ أي كلمة تبدأ بآل الشمسية الحرف اللي بعدها على طول وأنت مغمض إيه؟ دوت حرف مشدد، زي الصادقون، السماء، الشمس، الدب، التوت، الثوب. يبقى دي كلها كلمات تبدأ بآل شمسية الحرف اللي بعدها على طول ده حرف مشدد. سهلة؟ ماشي. المجموعة اللي بعد كده لما أقول معي 90 90 أو 90
99 جنيها. انا نطقتها ايه؟ نطقتها تسعة ايه معي؟ معي، تسعون، 99 صح؟ نطقتها 9 صح؟ و90 جنيه. خلونا فين؟ في 9 دي، تمام؟ فأنا نطقتها إيه؟ 9. طيب نطقتها بالنون، هل كتبت النون هنا؟ لا لا، كتبت مكانها إيه؟ التنوين بالضم. إذن بالضبط. أيوة، يبقى النون التي تنطق في التنوين، سواء كان التنوين ده بالضم أو الفتح أو الكسر، لما أقول مثلا 9 أهو ضمتين، 90 كسرتين، 9 فتحتين، تمام؟ يبقى التنوين بنطقه نون ولكن لا أكتبه، التنوين بنطقه نون ولكن إيه؟ لا أكتبه، سواء بالضم أو الفتح أو الإيه أو الكسر. يبقى هنا من الحروف التي تنطق ولا تكتب التنوين، نون التنوين تنطق ولا تكتب. يبقى هنا كم حرف عندي؟ عندي كم حرف ينطق ولا يكتب؟ الألف والشدة ونون التنوين. الألف والشدة والشتاء التنوين نون التنوين، التنوين نون التنوين التنوين. ده ملخص الدرس بتاعك، سهل ولا صعب؟ سهلة سهل. أوي. طيب نبص كده على الباوربوينت، يلا. إن هذا أخي، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا أخي له 99 نعجة، أين الحروف التي تنطق وتكتب في هذه الآية؟ يلا يلا، مين هيبدأ معانا؟ يلا يا حسن. هنا، أيوة يلا استخرج الحروف التي تنطق ولا تكتب في هذه الآية. أول حاجة الشدة، النون بتاعت الشدة، الشدة أيوة، في إن، النون وإيه كمان؟ إن هي المفروض اتنين فكاتبين واحدة بس عشان الشدة. ماشي، قول، هنقول إيه؟ الشدة في إن، دي الشدة في أول إن حاجة. إيه تاني؟ هذا أيوة، هذا الألف في كلمة إيه؟ ألف هذا لا تنطق لا تنطق. إيه كمان؟ 9 النون في التنوين الضم في في النون كلمة إيه؟ الضم 9. النون طيب يلا يا رماس، قال تعالى، قال هذه ناقة، ها هتبقى نازلة فيها إيه؟ هتقول إيه؟ هنقول نازلة إيه؟ هنقول إيه؟ الألف في كلمة هذه. يلا يا ليلى، الألف الألف في كلمة هذه، تمام. قال تعالى، أولئك هم الصادقون. يلا يا ليلى، أين الحروف التي تنطق ولا تكتب في هذا المثال أو في هذه الآية؟ أولئك أيوة، فيها إيه أولئك؟ فيها الألف بعد اللام، الألف في أولئك بعد اللام تنطق ولا تكتب. إيه كمان؟ الصادقون، الشدة، أيوة الشدة في كلمة الصادقون، الشدة على حرف الصاد في كلمة الإيه؟ الصادقون، تمام. يبقى هنا دي نستخلص كده الإيه؟ القاعدة بتاعتنا، إن هذا وهذه وهؤلاء وذلك وهكذا أيضا، والله والرحمن وإله وأولئك ولكن وطه، دي كلمات بها حرف الألف تنطق بها حرف الألف ولا تكتب. وإيه كمان؟ النون بتاعت التنوين في كلمة قصيرة، 9 هنا تنوين بالضم، قصيرة 9 تنوين بالفتح، قصيرة 9 تنوين بالإيه؟ بالكسر. إيه كمان؟ الشدة في الحروف المشددة زي التي، إيه المشدد؟ اللام اللام، الذي، المشدد اللام، اللام بقى الذين، السماوات، السين، الصدقات، الصاد. يبقى الشدة في الحروف الايه؟
أو في الكلمات المشدد حرف منها من الحروف. طيب هنا بيقول تكلم أحد أولئك الركاب مازحا وهو سابح. أولئك هنا استخرج طبعا من النص الكلمات الملونة وبين ما بها من حروف تنطق ولا تكتب. قلنا أول واحدة كلمة إيه؟ أولئك أولئك فيها إيه؟ فيها ألف. الألف اللي بعد اللام أيوة تنطق ولا تكتب. سابح فيها إيه؟ النون الواو النون. لا النون، أيوة نون التنوين تنطق ولا تكتب. هذه التنوين هذه فيها ألف تكتب تنطق ولا تكتب بعد ألف الهاء، بعد ألف الهاء بعد التي. الهاء يلا رماس التي. ها فيها ايه؟ فيها اللام مشددة، الشدة في على حرف اللام في كلمة التي. عبد الرحمن. يلا يا لين. عبد الرحمن فيها ايه من الحروف التي تنطق ولا تكتب؟ الشدة لا لا عبد الرحمن. الألف ايوه الالف بعد حرف الايه الميم. وايه كمان وانت قلت لي كمان؟ الرحمن. هنا الراء. الشدة ايوه الشدة. برافو. ولكن يلا يا رماس. ها فيها ايه من ايه الحروف؟ يلا ها ايه فيها كلمة لكن من الحروف التي تنطق ولا تكتب؟ حرف الألف بعد اللام، حرف الألف بعد اللام. لذلك ها لذلك حرف بينطق ولا الألف يكتب؟ بعد بينطق الزاي. ولا يكتب؟ ينطق ولا يكتب؟ مش يكتب، يكتب ولا يكتب برضه. يكتب ولا يكتب. تمام. مش هو الحرف اللي مش هيكتب يا رماس، الحرف يكتب او ينطق. تمام. فهنقول ايه؟ يكتب. طيب الراكب. هنا فين الحرف الذي ينطق ولا يكتب؟ ها حرف الايه؟ حرف أنا الراء. حرف الراء الشدة في حرف على حرف الراء. يا إلهي. هنا يلا يا حسن. ها يا إلهي. الألف اللي بعد اللام الألف اللي بعد اللام تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب. طيب كلمة أولئك كتبناها كده صح؟ أولئك نطقناها أولئك. إيه الحرف الذي نطق ولم يكتب؟ حرف الإيه؟ حرف بعد الألف. اللي أيوه طيب بعد نشتغل. اللي أيوه نشتغل كده. سابح. ها سابح. المفروض احط عليها ايه؟ احط النون ولا احط ضمتين؟ تنوين بالتنوين ضمتين بالضم. برافو. الحرف الذي ينطق ولم يكتب حرف الايه؟ حرف النون او نون، هنقول عليها نون التنوين. طيب ايه كمان بعد كده من النص اللي احنا اخدناه؟ كلمة ايه؟ ذلك صح؟ ذلك نطقناها ايه؟ نطقناها ذلك. ايه الحرف اللي نطقناه؟ حرف الألف. كلمة التي. الألف اللي بعد ايوه الألف اللي بعد الذال. طيب كلمة التي. ها التي انا فكيتها بقى الشدة دي، فكيت الحرف المشدد التي. يبقى هنا ايه الحرف اللي نطقناه؟ الشدة، الشدة اللي على اللام الشدة اللي على اللام. برافو. طيب عبد الرحمن هنا نطقناها ايه؟ عبد شد الرحمن. العربي ايوه وايه كمان؟ الرحمن الألف اللي بعد الميم برافو. والالف اللي بعد الايه؟ الميم نطقناها كده عبد الرحمن. طبعا في عندي هنا كام؟ في عندي هنا حركتين، الشدة
والألف، صح؟ طيب بعد كده الكلمة، كلمة إيه؟ لكن، لكن. طيب نطقناها إيه؟ نطقناها بألف بعد اللام، لكن. يبقى إيه الحرف الذي نطق حرف الإيه؟ اللام. طيب لذلك، ايه الحرف اللي نكتبه ازاي؟ لذلك، لام، ذال، لام، كاف. ألف ايه الحرف اللي الألف نطقناه؟ فيها الألف الالف. الألف الف، برافو، ألف تمام. بعد كده كلمة الراكب، لما الاقي حرفين ورا بعض كده اشيل حرف منهم واحط فوق الحرف الاولاني شدة، تبقى الراكب. وفين الشدة؟ اهي الراكب. ايه الحرف اللي نطقناه؟ الشدة، الشدة أو الحرف المشدد. طيب إلهي، ها أكتبها إزاي؟ إلهي، إلهي بالألف؟ لا، من غير الألف. إيه الحرف اللي نطقناه؟ حرف الإيه؟ الألف. فعرفنا إيه هي الحروف التي تنطق ولا تكتب، الألف، النون أو نون التنوين والشدة، والشدة الألف والنون التنوين والإيه؟ والشدة والشدة، والشدة تمام يا أبطال؟ طيب ميمز نكمل. نمسح بس الجزئية دي لأنها سحبت معانا. طيب ضع خطا تحت الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب وارسمه. طبعا هو حطها لي، عايزين بس نشوف الحرف ايه هو اللي حطه او اللي نطقناه وما كتبناهوش. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لفظ الجلالة الله، نطقنا فيه ايه؟ اللام لا، نطقنا الله فيها ايه؟ الألف الألف. اللام الله، الألف فين؟ بعد اللام الثانية. طيب اللي بس الرحمن، عندك اتنين حرفين، الشدة على والألف حرف اللي بعد الراء والألف اللي بعد الميم. تمام. ذلك، هو حتى دي الكتابة القرآنية، ذلك، حاطين الألف طايرة اهي. تمام. ذلك، الذال هنا بعدها ايه؟ بعدها ألف. طيب أولئك، الألف في أولئك. طه، بعد اللي ها طه فيها إيه؟ ألف طه ألف ألف بعد إيه؟ بعد الطاء، برافو. نكمل، صح قلت صح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يلا، فين الحروف هنا؟ كلمة هذا ألف فيها بعد إيه؟ الهاء الألف بعد الهاء، ألف بعد الهاء برافو، ألف تمام. للتي، يهدي التي هي الياء اللي بعد اللام الأولى اللام، اللام، اللام المشددة، اللام المشددة، حرف الشدة أهو. هو في لام أيوة فيها، احنا مش قلنا ياء يا حسن. ها، لي لا للتي إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ها، فين هنا؟ في كلمة إله وكلمة الله. إله إلى الله إله فيها إيه؟ ألف بعد ألف، اللام برافو. الله فيها إيه؟ لام مشددة لا، ولام مشددة. وإيه كمان؟ في حركتين أهو. الله فيها إيه؟ ألف بعد اللام التانية هنا. طيب طيب نفس الكلام في كلمة الله، نور السماوات والأرض. هنا كلمة السماوات فيها ايه حرف نطقناه وما كتبناهوش؟ ألف بعد الواو ألف بعد الواو ماشي. لا بس دي كتابة قرآنية، هنا الحرف الأساسي اللي هو الايه؟ الشدة، هذا الشدة على السين حرف السين، الشدة تمام على حرف السين. طيب أصحح كتابة الكلمات الملونة، كن شجاعا ولكن كن حذرا. حذرا كده صح؟ لا هتبقى نكتبها ازاي؟
ألف تنوين يا ريس. برافو، ألف تنوين، حاذيرا حاذيرا، برافو. طيب عايزة أسألكم، التنوين بيكون على إيه؟ على الألف ولا على الحرف اللي قبله؟ الحرف اللي قبله. برافو، دايما الحرف المشدد الحرف اللي قبل التنوين، حاذيرا، حط عليها الشدة كده، عفوا التنوين. طيب صلى عبد الرحمن الفجر في الألف اللي المسجد. بعد، نشيل ها؟ الألف اللي بعد، نشيل برافو، الألف اللي بعد، نشيل الألف اللي على الميم. برافو، لا مش على الميم، اللي بعد الايه، الميم، عبد الرحمن، برافو. يلا يا لين، هذا هذا كده صح؟ الألف بعد الهاء. الألف بعد الهاء، هذا بنشيلها. طيب هؤلاء، يلا يا حسن، أيوة، ها كلمة فين؟ هؤلاء هي فين؟ أهي، شايفها؟ نشيل الألف اللي بعد الهاء. نشيل أيوة الألف اللي عارف. بعد الهاء تبقى هؤلاء، برافو. طيب أولئك نكتبها إزاي؟ يلا يا رماس. أولئك هنشيل الألف اللي بعد اللام. برافو، هنشيل الألف اللي بعد الإيه، اللام، أولئك، برافو. ايه طيب ده؟ منطقة في السعودية اسمها الأشخرة، منطقة سياحية، منطقة إيه الأشخرة، منطقة إيه سياحية، ها أو سياحية، هنكتبها إزاي؟ يلا يلا يا أبطال، كلمة سياحية هكتبها إزاي؟ سياحيتون سياتون بالإيه؟ تنوين. بالضم، تمام؟ لا ده انتوا هتسمعوا اماكن وحاجات غريبه يعني في الدول العربيه. انا فكرت الشجره او حاجه زي، قلت انتوا كاتبينها الغلط او لا الارض لا مره. هي منطقه معروفه، ده بنسمع اماكن غريبه يعني، زي ما عندنا في مصر في اماكن لها اسماء غريبه، تمام. طيب ناخد بعد كده، نمسح ونشوف السؤال اللي بعده. هنا أعد كتابة الكلمات الآتية بشكل صحيح. يلا كلمة الله، مين هيمسك القلم ويكتب؟ يلا بحسك كاتبين عايزاكم تكتبوها تاني. اكتب انا ميس يلا يا حسن. الله الرحمن. طب استنى بس، استنى بس، انت دي كاتب الله بثلاث لمات، ما يا ميس عشان عملت اللمس، عملتها صغيرة خالص امسحها فاكرة. واكتبها تاني واعمل تكست. مش عندك التكست؟ لا مش عارف. طب ملهالي ملهالي، ها ملهالي، ها كده صح؟ صح الله صح الله كده صح، ماشي. يلا يا رماس اكتبي كلمة الرحمن، طبعا حسن وانا عملها كتبتها لنا، تحت، انا اه انت كتبتها تحت كاتباها، وكتبت الله. ماشي ماشي وكتبت الله انا اللي كاتباها. والله مش حسن يعني. طيب كلمة قصيرة، يلا يا لين، 2 تنوين بالضم. اه بالضم، يلا يا حسن اكتب لكن. لكن لا ده بيت، بيت لوحة، بيت لوحة، ثواني ملوني ملوني اكتبها ازاي لاني مش بعرف اكتب، ماشي فانتوا تملوني. يلا استني يا حسن، ماشي لكن يا مس هنشيل الألف اللي بعد اللام. ماشي، وكبيرا كبيرا كبيرا، هنشيل النون يا مس ونحط ألف تنوين. على الراء تمام تنوين على الراء. ايوه، هنشيل النون ونحط مكانها ألف الإيه، التنوين. طيب وحط التنوين على إيه؟ على الراء ولا على الألف؟ لا على الراء، تمام. على الراء قصيرة، ها هنحط الراء، ألف لا قصيرة، تنوين والتنوين على الراء. أهي قصيرة الضمة بالضمة، تمام أتأكد قصيرة مربوطة تنوين بالضمة يعني. قصيرة، تمام.
سهل الدرس؟ اه يا مسه جدا تمام. يا مس. طيب الحمد لله، يبقى تعرفوا واحنا بنكتب الاملاء، عشان هناخد املاء دلوقتي، خلاص دي هيفصل البرنامج، هننتظر 3 دقايق وندخل تاني عشان ناخد الايه الاملاء يا شباب. تمام يا ابطال؟ تمام. يبقى نتذكر كده ان عندي انا الحروف التي مش تكتب بسرعة ولا تكتب